مشاهدين قناة الصحة والجمال أهلا بيكم في حلقة جديدة معايا أنا شيماء محمود وبرنامج سؤال كعادة برنامجنا بنتقابل كل يوم أربع الساعة 12 ونص عادة أي إنسان إنه هو عايز ينجح وفي لو في أي عمل إحنا مقدمين عليه لازم نستعد ليه كويس طبيعي جدا علشان أنجح لازم أستعد أتحضر كويس أذاكر كويس أتدرب والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى بيجي بعد كده زي كتير جدا من الحاجات كمان العبادات احنا في العبادات بنتحضر ونستعد الاستعداد لشهر رمضان الكريم كل سنه وحضراتكم طيبين الاستعداد مش بيكون قبل رمضان بيوم لا خالص ده بناء على شهور عربيه مباركه بنتحضر فيها لشهر كريم التواصل هيكون معانا على رقم التليفون اللي هيكون امام حضراتكم على الشاشه وكمان بعد الفاصل هيكون معايا الشيخ محمود الشال من شباب علماء الاوقاف هيتكلم معانا ازاي نقدر نستعد لشهر الخير والرحمه وكمان هنستنى مشاركات حضراتكم استنوني بعد الفاصل هنتناقش مع شيخنا ونعرف ازاي نستعد للشهر الكريم thank you علشان ننجح لازم نستعد والتوفيق بيكون من عند ربنا سبحانه وتعالى قبل الفاصل كان سؤال حلقتنا ازاي نقدر نستعد لرمضان وهيكون معايا شيخنا الشيخ محمود الشال من شباب علماء الازهر هيتكلم معانا ويعرفنا ازاي هنقدر نعمل كده شيخ محمود اهلا بحضرتك اهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك شيخنا الاستعداد نقطه مهمه جدا فانا عايز اعرف من حضرتك ازاي نقدر نستعد لرمضان بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه كانت اعماله قبل رمضان دليل على كده على ان هي مساله استعداد مش مساله ان احنا نستنى احنا منتظرين شهر رمضان يبقى احنا قاعدين منتظرين وكاننا مستنين الهلال يطلع وخلاص لا مساله مش كده ستنا السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت تلاحظ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ملاحظة ان النبي عمال شغال عمال بيجتهد ويصوم وهي اللي قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يكثر من الصيام في رمضان حتى انه كان يصوم في رمضان اكثر مما يصوم في غيره طبعا عباده شعبان في شعبان طبعا عباده طبعا ما كانش بيتم هي قالت ما كانش بيتم شهر كامل في الصيام الا شهر رمضان ولكن في شهر شعبان كان اكثر كان كثير آه. الصيام، معنى كده بقى ان شهر شعبان ده لازم ان احنا نكثر فيه صيام علشان حتى عمليه تدريب للنفس؟ هي المساله مش مساله لزوم، عشان نقول لزوم في الصيام يبقى اللزوم هو شهر رمضان، ده اللازم وده المفروض، لكن السنن اللي كان النبي بيعملها زي زي سيدنا النبي ما كان لما بيصلي بيصلي ركعتين بعد الظهر او اربعه وركعتين قبل الظهر او اربعه ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء وهكذا ركعتين قبل الفجر. دي سنن. فمن السنن اللي النبي كان بيعملها في الصيام ان هو كان بيقدم قبل شهر رمضان بالصيام كتير في شهر شعبان. ليه؟ سيدنا اسامه ابن زيد حب النبي وابن حب النبي صلى الله عليه وسلم سال النبي يا رسول الله يعني ما اراك تكثر في شهر من الصيام ما تصوم في شعبان؟ فقال ذاك ذلك شهر يغفل الناس فيه بين رجب ليه رجب لان رجب من شهور الله الحرام اللي هو ربنا الحرم. عظمها الاشهر الحرم المعظمه عند العرب ولذلك ربنا عظمها على اثر على اثر تعظيمهم لا كانوا يقتتلوا دائما صحيح. في كل شهور ويجي الشهر الحرام يوقفوا هي البتالي. اربع شهور حرم او اربع شهور حرام يختص ربنا سبحانه وتعالى شهر رجب منهم شهر رجب من ضمن الشهور اللي هو بعيد عنهم اصلا وهم الثلاثه بعض بعد صحيح. بعد كده صحيح فشهر رجب شهر حرام خلاص الناس بتعظمه من غير حاجه فلما جه الاسلام خلاص على التعظيم لان التعظيم في ان هم بيعدوا على العدل طب شهر رمضان افضل شهر من في شهور العام وهو مش من الاشهر الحرم ولكن افضل الشهور طيب بقى شهر شعبان اللي في النص ده يروح فين بقى ايوه فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس بيغفلوا عنه وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى الله عز وجل اعمال السنه كلها واحب ان يرفع عملي وانا صائم مساله رفع العمليه بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل رمضان في اخر شهر من الشهور اللي هي شهور الحساب بقى اللي بنتحاسب عليها لان احنا بنبدا السنه في شهور العمل والشغل والكد بشهر رمضان طب اخر شهر في الشهور المحاسبه دي اللي هو إيه؟ شهر شعبان فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام علشان يطلع العمل يعني. فكان يستعد للسنه الجديده بالصيام ده ما احنا عايزين نقول ان كل حاجه انت بتخش عليها جديده بتبقى داخل بتعمل تيست بتعمل تجربه جديده علشان خاطر قبل ما تدخل وندرب علشان نقدر أيوة. نكمل الرحله تمام الله ينور على حضرتك يبقى انت بتعمل تيست في البدايه التيست ده يعني مش معناها انك تعمل خطا وصواب لا معناها ان انت بتبدا تمهد اي بحث في الدنيا بيتكتب بيبقى له تمهيد صحيح فده التمهيد بتاعه ده التمهيد بتاع شهر رمضان علشان لما تدخل في شهر رمضان ما تصليش يوم واثنين وثلاثه وبعد كده ابص في المسجد ما في المسجد. صحيح. مش احنا مش احنا بنعمل كده يعني ندخل المساجد طول عمرنا كده نشوف في بدايه رمضان الهمه مشدوده والناس آه. كلها بسم الله بول. ما شاء الله تحس موجودة. ان احنا يعني في يوم عيد في صح. بدايه رمضان ده يوم العيد. ناس حتى ما بتتجمعش التجميعه دي الا في يوم من الأيام على الأواخر بتكون الهمة إلى حد ما فترة يبحت. اللي هم أفضل الأيام وسبحان الله أيوه م. ليلة القدر بتكون فيها لأن هي يعني مكافأة بقى وجايزة للي بيثبت على إيمانه وطاعته إلى حسن. نهاية شهر رمضان إحنا بنتكلم على عملية التمهيد واللي ابتدت بشهر رجب وفيه ليلة عظيمة ليلة الإسراء والمعراج مروراً بشهر رجب في م. ليلة م. شهر, شهر شعبان وبعد كده شهر رمضان هتكلم بس عن شهر شعبان 15 شعبان او نصف نصف شهر شعبان الليله دي هل هي تخص بعباده دون اخرى؟ يعني اصوم فيها ولا اصلي فيها بزياده الناس بتهني بعض بيها ده يجوز ولا لا؟ احنا بس عاوزين نقول ان احنا مش عاوزين نرهق نفسنا كل سنه بمساله آه نخص بها عمل فده بدعة ولا مش بدعة احنا آه نقعد نتعب بقى في سجلات ونقاشات ونتعب بعضه ده يقول معايا أدلة وده معاه أدلة والكلام ده الرأيين موجودين علشان نجيب من, من, من الآخر الرأيين موجودين الرأيين, الرأيين موجودين مسألة اجتهد فيها العلماء ربما أصاب فيها البعض وربما أخطأ فيها البعض الآخر مش إحنا اللي هنعدل على ده ولا هنعدل على ده لكن في النهاية ورد فيها فضل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صححه كثير من العلماء نعم اللي هو الحديث اللي, اللي, النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن الله عز وجل يطلع في ليلة النصف من شعبان على أهل الأرض فيغفر لهم جميعا إلا مشرك أو مشاحن إذن فيها فضل عظيم فالناس اللي بتحتفل في اليوم ده بتحتفل بإيه؟ هي مش بتحتفل بخروجات وكلام من ده ولا بتقرب بتحتل بتحتفل بتقرب الى الله بيحتفلوا بتقرب الى الله عز وجل بعباده الى الله عز وجل ايه نوع العباده دي؟ نوع العباده دي اما صيام واصلا طوال العام في صيام صحيح في يوم ال 15 ده وفي يوم وفي مناسبات يوم 14 و15 ويوم 13 قبلهم في صيام طيب طول العام كده طب واحد ما بيصومش طول العام وجيه قال عايز اصوم اقول له لا ما تصومش النهارده انت أوه. متعمد لا من هنا هيجي الاختلاف ان هو, هو جواز الصيام من عدمه هو مش ما, ما عندوش الهمه اللي يعمل عمل النبي طول السنه أوه. في يوم 15 الا في اليوم ده انت زعلان ليه مش هاجي امنعه مش مش همنعه اعمل آه الكلام ده صحيح. وهو مشروع لكن الممنوع بقى واللي عليه اجماع في المنع ان احنا نوجب على الناس ان هم يعملوا في اليوم ده يعني ما جيش اقول واجب انك تعمل في اليوم ده أوه. واجب انك تهني في اليوم ده واجب انك ت... لا يبقى اذا الامر في ساعه, ساعة. مساله واسعه مساله احنا بنقول في الليله دي الله يطلع على اهل الارض جميعا فيغفر لهم الا مشرك او مشاحن ربنا سبحانه وتعالى بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في احاديث ان الله عز وجل ينزل كل ليله الى السماء الدنيا، ينزل صحيح. طبعا في الثلث الاخير من الليل في الثلث الاخير من الليل وفي صحيح. ليله النصف من شعبان ايضا صحيح. ينزل الله عز وجل الى السماء الدنيا، هو مش بينزل كده واحد نازل سلم ولا كلام من ده والعياذ بالله ربنا سبحانه وتعالى بينزل بكثره الرحمه على العباد، بينزل بكثره العنايه بالعباد بيديهم منح زياده لان ربنا سبحانه وتعالى في نفحات ربنا بي يعني بيمن علينا بيها صحيح. نعم احسنت ربنا بيحط لنا الحاجات اللي يعني معلش اضرب مثل كده يعني ايه وانت ماشي كده على التراك ولا وانت ماشي في الطريق كده ربنا عاوزك تخبط في اي حاجه تنجيك صحيح مش عاوزك تخبط في اي حاجه تموتك صحيح ما هو في فرق بين واحد حاطط في دماغه ان ربنا مستني له غلطه علشان يدخله النار وفي واحد عارف ومتاكد والصواب ان ربنا سبحانه وتعالى يعني انجاز اللفظ يعني مستني له حسن عشان نجيب وهنا بقى هستوقف في نقطه معينه هو حب العباد لربنا سبحانه وتعالى بالفطره الطاعة والالتزام بيها دي بتبقى مسألة متفاوتة من شخص لآخر وأحيانا الشخص بيبقى ملتزم فجأة يعني يحيد عنده ويهدل شوية أو يقصر طيب أنا وأنا مقصرة ومش بطيع ربنا هل أنا ما بحبش ربنا هل وأنا مقصرة أو البعض كمان مقصر في بعض المعاصي وبعض بعض الأفعال أو حتى قلة الصيام أو حتى الالتزام في الصلاة فكرة أن, إن الناس تبعد تماما ولا يعملوا ايه وهم بيستعدوا لشهر الخير والرحمه لما قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى النبي اخبرنا ان هو بينزل رحماته كل يوم كل ليله ففي حديث ايضا ان الله عز وجل يبسط يده يبسط عطائه صحيح. يبسط رحمته يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار صحيح ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل يبقى إذاً ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك يلا طوب يلا انت أبطل لأ لانك بني ادم والبني ادم من الخصائص بتاعته ان هو فيه غرائز وفيه شهوات صحيح. وفيه وبيجاهد وفيه 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 طول الوقت وفيه 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 نفسه يعني الانسان طول الوقت, بي... الوقت بيجاهد نفسه لان النفس ضعيفه واماره كمان نفسه طبعا فاحسنت فهي هي المساله كده ان لكن الناس عزائمهم مختلفه صحيح عزائمهم عزائمهم عن بعضهم ففي واحد الهمة بتاعته دايما عالية لكن في ناس همتهم عالية في العمل ولكن قلوبهم القلوب بتاعتهم ما عندهاش علو في مساله تقبل الاخر صحيح. ليه؟ لان انت ممكن تشوف واحد انت عمال تعمل تعمل وتجهد نفسك وتتعب نفسك ومعجب بعملك وتشوف واحد عمله قليل فتقول هو هيروح فين هنا هنا أصدح حضرتك الناس اللي بتختار من... بالعباده طب. يعني طب. انا ملتزمه بحاجة, بحاجه معينه وغيري لا فاختار بيها حضرتك تقصد النقطة طبعا دي. فطبعا ده يخلي اللي هو المقصر يا عيني يحس ان هو قد ايه اه محبط ومش قادر فخلاص بقى هي بايظة بايظة في آخر الآيات صح؟ في آخر الآيات اللي نزلت في تبرئة السيدة عائشة في حادثة الإفك في آخرها ربنا ختم بآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ربنا بيقول ما تضغطوش عليهم يعني ما تقعدوش بقى حتي لو لو في حاجه ما تقعدوش بقى تشيعوا الحاجه الذنب المعصيه اللي واحد اخطا خلاص أقول لحضرتك حاجه يا شيخ محمود يعني الواحد وهو بيرتكب ذنب معين هو مش قادر يسيبه لكن من جواه بيبقى مش عاجبه بس هو مش قادر فمحتاجين ان اللي حواليه يقفوا جنبه مش ينبذوه لان طول ما انا منبوذ خلاص انتوا شايفيني انسان سيء او انسان وحش او مقصر بالظبط فبيشتغل ]ه. على كده هو في فرق بين اثنين بين واحد مستحل المساله دي وشغال فيها وده ودي المساله الطبيعيه بتاعتي وانتوا غلط وانا صح وفي فرق بين واحد بيجاهد نفسه اللي حضرتك اتكلمت عليه اللي بيجاهد نفسه ده هو اللي محتاج اللي ياخد بايده صحيح. انما اللي هو مستمر العمليه ومستحلها ده ده محتاج اللي ياخد على ايده أوه. اللي يقول له انت صحيح. خطا اللي يقول له ارجع اللي يفهمه الصواب من الخطا شهر شعبان علشان معلش إن كنا بنبعد شويه عن ادينا حقه بما اننا في اوائل الشهر آه. فشهر شعبان شهر احنا زي ما قلنا احنا قلنا هو تمهيد صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا برضو ان هو ختام صح فبيختم انا دلوقتي العمل. لما بقدم اي هديه فلازم اغلفها مش بقدمها كده هديه فالعمل بتاعي اللي شغال عليها انا طول السنه من بدايه رمضان عمال اصوم واقوم واتبعه بعيد في عباده برضو بعد الاعياد مش عارف وهكذا وعباده ورعباده ورعباده وصيام اثنين وخميس وصلوات و و و في نهاية السنة بغلفه بصيام معظم شهر شعبان علشان, و... و... علشان في وقت الرفع وصدقات في وقت وعمل صالح. طيب العمل الصالح اللي الإنسان يتقرب بيه، احنا دايما نقول إيه؟ ربنا هب لي عملا صالحا يقربني إليك. إيه هو العمل الصالح اللي أنا ممكن أعمله أو أي حد يعمله علشان يساعده إن هو يقرب من ربنا ويقدر يلتزم أكتر في أي حاجة في العبادة؟ عاوزة أفضل عمل أفضل عمل في الأيام اللي احنا فيها دي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم علي عرفوه لنا اللي هو ان الله يطلع على اهل الارض جميعا فيغفر لهم جميعا الا لمشرك او مشاح طبعا المشرك مش خلاص ان الله لا يغفر ان يشرك به خلاص ده الى ان يرجع عن شركه ده خارج الايه الحسبه خالص مشاحي انت مش هينفع تستقبل شهر كريم وانت الاب في خصام ما بين حد آه. آه. شغال بقى انت الخصام الخصام يعني ايه مش مسألة أن أنا زعلان من حد علشان هو ظلمني لا ده مسألة أن أنا شغال طول الوقت عمال أنا أتلكك للناس معلش في اللفظ يعني علشان آآ 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 يبقى في شحناء بيني وبين الناس عمال أغتاب ده وأنم على ده وأكل حق ده وأدوس أزة. على ده ودي شحناء صح. ممكن أوقع بين اتنين دي شحناء فانت افضل عمل في الايام دي حضرتك وضحت نقطه خطيره عاده المفهوم من المشحن ده اتنين متخاصمين الموضوع اوسع من كده مش طب. بس اتنين متخاصمين او اتنين زعلانين مع بعض لا هو مين ان... ايه الاصعب أوه. ان اتنين زعلوا من بعض ولا ان واحد زعل الاتنين من بعض اه الاتنين زعلانين من بعض مش كبيره من الكبائر صحيح. دي قلوبه بتختلف عادي الكبيره من الكبائر النميمه اللي هي بتوقع الاثنين في بعض واللي هو بيفتعل ان الناس حتى تبقوا متشاحنين مع بعض ده عمل ده عمل كبير يعني يعني حتى احنا لما نقول الشحناء مساله يعني قد تكون مساله من الصغ من صغائر الذنوب اه نستغفر ونتوب ونروح ونيجي ماشي سريعا لكن مساله النميمه دي تحتاج الى عقد توبه صحيح. فاحنا في الشهر ده ايضا محتاجين قبل الشهر ما يخلص واحنا عارفين ان الاعمال هترفع الى الله محتاجين نعقد توبه واحنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى بيبسط لنا الرحمه بتاعته صحيح إيه كل يوم ليل نهار علشان خاطر ان احنا آ آ آ والاعمال ترفع يوميا بالمناسبه يعني. يعني صحيفه إحنا بترفع أوه. يوميا لكن انا عاوز بقى اقول نقطه اتفضل عشان انا عارف ان الوقت طبعا مش مش اه نقولها في عجاله اه, آه. عاوز اقول نقطه مهمه ان الإن الـ الإن الاعمال اللي عماله بترفع دي كل يوم وكل اسبوع وكل سنه الاعمال دي ينفع نرجع عن الخطا اللي فيها نستغفر ينفع ينفع نرجع ايا كان الخطا أيا كان طول ما احنا عايشين وينفع نتوب منه وايه اللي ما ينفعش اللي ما ينفعش ان افضل على الحال ده الى ان يختم على عملي ختم نهائي فيرفع العمل عندما اقبض. في ليله النصف من شعبان او اموت. لما اموت. غير ليله النصف لا الشعبان. اه ده ليله النصف من شعبان ختم السنه ممكن تغفر برضه. احنا ليه؟ التائب الى بالزبط. ان يموت. المغفره نرجوها من ربنا سبحانه وتعالى. لكن دي فرص للتوبه دلوقتي. صحيح في الوقت شيخنا هنا. احنا بنشك... بنشكرك شيخ محمود على المعلومات الجميله الحقيقه تستحق وقت وقت اكبر ولكن للاسف خلصت وقت حلقتنا يا رب نكون عرفنا ازاي نقدر نستعد لشهر كريم كل سنه وحضراتكم بخير.